مبروك فوز. مبروك حلو. دقائق الأخيرة. أكيد طبعا الشعب العراقي محتاج هاي الفرحة، محتاج إحنا محتاجين نكون إنجاز لبلدنا. وطبعا كل الشكر لمنتخبنا العراقي وكل الشكر للجمهور على التشجيع. الحمد لله على الفوز. هدف أيمن حسين باللحظات الأخيرة يعني انفجرت المدرجات. طبعا أكيد منتخبنا قوي وإن شاء الله نبقى دوم بهذا الفوز بهاي الأفرح يا ربي. أول شيء الحمد لله وشكر على الفوز، والحمد لله وإن شاء الله فارنا الكاس بإذن الله. الدقائق الأخيرة وأيمن حسين عوض لكم الجزاء وسجل. والله أيمن حسين ماكو منا اثنين، هذا يونس محمود الجديد، السفاح الجديد بإذن الله. هذا مهاجمنا إن شاء الله، إن شاء الله يكون هداف البطولة. علاوي حبيب قلبي على راسي، إحنا جينا من الأردن. تبديلات اليوم قلبت تبديلات ما شاء الله عليها، ما قصر المدرب وعلاوي ما شاء الله عليه كان نجم، وأيمن ما شاء الله عليهم أبطال، ومبارك لكم وإن شاء الله فوز منتخب الأردن اليوم على الشقيقين البحرين. ألف مبروك. الحمد لله والشكر، الله وفقنا ونصرنا على كل أحد، وأهم شيء نصر أيمن علينا لأن إحنا كنا نحشي عليه، وإن شاء الله الله يبقى علينا بعد، وما نرضى بغير هداف البطولة لأيمن، والكاس أخذناها انتهى الموضوع إن شاء الله الكاس لنا. أوكي. The match was nice. Iraq plays well and Vietnam of course play well as well. We are Vietnamese. We win. If we lose, we win as well because we are Vietnam. We from Vietnam and we will be back stronger. Thank you so much. You play very well, Iraq. Good luck for next game. جميع أول شيء مبروك للشعب العراقي على هذا المستوى وعلى هاي النتيجة. صح كانت مباراة صعبة بس الحمد لله تحقق الأهم 3 نقاط. إحنا نطمح إنه أبعد من هذه المرحلة، والمباراة القادمة راح تكون أصعب من هذه المباراة، وإن شاء الله الشباب هم قدها وقدود. فيكم مبروك لكم الفوز، وكنا فوز نستحقه ولو جاء متأخر طبعا. إن شاء الله النقاط أهم شيء 3 وصلات المجموعة، وإحنا ما راح يهمنا أي واحد راح يلاقينا ان شاء الله دور 16 وعابرين ان شاء الله. صحيح. اول شيء نقول الف مبروك لنا كجماهير، والف مبروك للشعب العراقي، فوز مستحق اكيد بقياده المدرب كاساس، ان شاء الله نحو الافضل. والله اول شيء الحمد لله على الفوز. الفريق يعني كان بالشوط الاول مو زين، لكن بالشوط الثاني بعد التغييرات جيد، بس اطلب من بشار رسن خليه يراجع نفسه. الحسيني اهلا بك. اليوم كلش فرحانه انه المنتخب فاز، وفرحانه انه تاهلنا، وان شاء الله يوم الاثنين يوم 29 ايضا العراق يفوز والكاس عراقي واسود الرافدين بيضوا وجهنا. واني تركت كل اشغالي برامج وايضا مديره قناه زاغرس في بغداد المحافظات وكل شغلي حتى اجي ازر منتخبنا البطل، والحمد لله اليوم بيض وجهنا وان شاء الله دائما يبيض وجهنا والكاس عراقي. اول شيء الف مبروك لكل الشعب العراقي، الصداره بجداره 9 نقاط على مجموعة مو سهلة. ألف مبروك لهذا الجمهور الحاضر من مختلف المحافظات العراقية. والله العظيم هذا الشعب مستاهل الفرحة، وأنا قلت لهم قبل إذا صدرنا المجموعة إحنا بالنهاية، لأن طريقنا راح يكون كلش سهل. ما قصروا اللاعب، بس اليوم كان الملعب المفروض يكون أكبر، لأن هذا الجمهور الحاضر هذا الجمهور يستاهل ملعب كبير. وأكو فقرة يمكن ما حد يدري بيها، تدرون بالعراق امتحانات نصف السنة، والامتحانات راح تخلص بعد 3 أيام 4، يعني دور النصف النهائي ودور ربع النهائي هنا العصير كتل، الملعب أبو 65 صدق راح انقطعت. ما عندك صوت؟ اختبى صوت راح اختبى راح انت إن شاء الله يرجع لك صوتك من الكاس وجهي. لا هسه يرجع يرجع يلا ارجع اجيب الكاس وجهي ارجع كاس اجيب وجهي زين هسه ارجع صوتك معروف بالاشاره زين تشيلي ايمن من ضيع ضربه الجزاء كان عندك ثقه انه راح يعوض فدوه لا فدوه مهم صدر هداف عد ثقه بيه اكثر من جعفر احمد ايمن يعوض بعد وبعد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اليوم ما شاء الله نهنئ العراق العظيم من شماله جنوبه من شرقه الغربه بهذا الفوز والتأهل والصعود اول المجموعه. الفوز دائما له طعم خاص اذا كان بدقائق. اي الف مبروك فوز المنتخب العراقي، مباراه مربكه والله بس فريقنا قدها، وان شاء الله الكاس هسه عراقي ان شاء الله. الحمد لله اليوم 3 نقاط مهمه وتاهلنا كاول مجموعه،
وان شاء الله هذا يكون حافز بوجود هذه الجماهير لنيل اللقب، بس ناخذها ان شاء الله على مراحل. انا كل ثقه ان شاء الله بسود الرافدين وبهذا الجمهور المتواجد انه يدعم المنتخب لاخر مباراه، وان شاء الله يا رب فارنا الكاس ونصعد نهائي وناخذه ويانا البغداد. اكيد زعيم ندعم ليلى، والله صعبه بس يعني فيها توتر بس حلوه. وعندكم ايمن حسين انقذ الموقف. مبروك. شكرا، الله يبارك فيك. فرحة يعني مباراة روعة. اليوم انتم متواجدين، شو كان شعورك من سجل ايمن حسين بالدقة؟ واو، فرحة لا توصف. القلب قام يرجف، يعني هيك مديمي هو وابوه صاحبنا كانما ابني. الله يحفظه ويسلمه ان شاء الله يا رب، دائما يا رب يفرحنا. يفرحنا ان شاء الله. ما قصرة وسود الرافدين يخبل، خاصة بالشوط الثاني من شدة وحيلهم كلش تمام. ان شاء الله اكيد جايهم، ان شاء الله جايهم. من وين؟ من لبنان. شلون كانت مباراة؟ روعة صراحة، يعني مباراة حماسية، أول مرة بحضر هيك مباراة عن جد. يعني أنا بحضر كل مباراة العراق خلص من هلا للنهائي، إن شاء الله يوصلوا النهائي يا رب. وجهكم فال خير إن شاء الله يا رب، إن شاء الله الكأس عراقي يا رب، إن شاء الله الكأس عراقي. من إجا الجول بالدقائق الأخيرة شلون كانت؟ الشعور روعة صراحة، يعني إجا الجول في آخر لحظة، يعني الحمد لله. شكرا.